وصول الاهلي، اسف هنعمل قرعه في الاخر، لكن اسف هقطع يعني. وصول الاهلي، بعثه الاهلي، ده ملعب رادس على بعد 35 او 40 دقيقه من الاوتيل الفندق اقامه البعثه. ان شاء الرحمن يبقى وصول خير باذن الله، والفرقه هتخش دلوقتي الاوضه المعتاده هتلاقيه على الشمال. الاهلي حافظ ملعب رادس وحافظ كويس قوي الاوضه، حتى اللي بيغير فيها بملامحها بتفاصيلها بكل حاجه فيها، الامن اللي موجود من اول الطريق لحد اخره، ما عندناش شك في ده وما عندناش ازمه في دي وما عندناش اي قلق من ده. حتى الموجودين في المدرجات هيبذلوا فرقتهم زي ما انتم عايزين، ما فيش مشكله، لكن جماهير الاهلاويه ان شاء الله الرحمن هتروح وترجع بالف الف سلامه. كل الشكر والتقدير للسفاره المصريه في تونس، سفارتنا هناك في تونس وسياده السفير نبيل الحبشي قايم بدور رائع جدا. الامن التونسي بنشكره بالتاكيد على اللقطات اللي موجوده دلوقتي وتامين بعثه الاهلي لحد ما ترجع بالسلامه. نص المشوار خلص اللي هو الوصول للملعب، لكن يبقى النص طبعا بعد نهايه اللقاء. طيب معلش برضه هاخد خمس ست رسائل كده عشان الناس تبقى متواصله معانا على طول. حسان بيقول 2-1 للاهلي، شحات حمدان بيقول 1-1، عبد الرحمن توفيق من دبي بيقول 1-3 برضه، و1-1 فتحي 2